طيب في البداية بنرحب بكم كلكم، بنرحب بكل الحضور. السلام عليكم، والتحية والتجلة لفناني بلادي الذين رسموا ملامح هويتنا الثقافية عبر آلاف السنين. تهدي سودان فيلم فاكتوري بكل الحب مجهود 4 أعوام من العمل المتواصل في تدريب ما يفوق 100 متدرب وإنتاج ما يزيد عن 30 فيلم في هذه 4 أعوام، وتقديم هذه الأفلام لجموع كبيرة من المشاهدين ومحبي السينما داخل وخارج السودان عبر عروض السينما والفعاليات ومهرجانات السينما العالمية. نهدي هذا الجهد للشعب السوداني متمثلا في روح الفنان الراحل حسين شريف. يشرفنا في سودان فيلم فاكتوري أن نعلن عبر جمعكم الكريم انطلاقة الإصدار الأولى من مهرجان السودان للسينما المستقلة في 21 يناير المقبل 2014، بعد مرور 4 أعوام على انطلاقة أول دورة تدريبية لسودان فيلم فاكتوري في يناير، في 21 يناير 2010. هذا التاريخ هو التاريخ الموافق لذكرى رحيل الفنان حسين شريف. كما يسرنا أيضا أن نعلن في هذه الدورة أن البلد المستضاف هو جمهورية مصر العربية، وذلك للدور المهم الذي لعبه أصدقاؤنا صناع الأفلام من جمهورية مصر في دعم وتطوير مشروعنا في تدريب وإنتاج الأفلام. مهرجان السودان للسينما المستقلة هو منبر تفاعلي بين صناع الأفلام من جهة والجمهور ومحبي الأفلام من جهة أخرى. يقدم المهرجان خلال أسبوع من النشاط مجموعة من العروض السينمائية لأفلام متنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل مسقرة وسيمينارات كلها مرتبطة بالثقافة السينمائية والعمل السينمائي. ويشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لرعاة المهرجان، مؤسسة الأمير كلاوس الثقافية ومعهد جوتا المعهد الألماني بالسودان الذي رعى واحتضن مشروع سودان فيلم فاكتوري منذ تأسيسها. كما نشكر شركة دال الغذائية وبنك المال المتحد ومنتدى دال الثقافي لدعمهم الكريم للمهرجان، وهو دعم للفنون والآداب كافة ولمستقبلها في السودان. الأفلام المشاركة هي أفلام من كينيا وإثيوبيا والسودان ومصر، تتنوع بين الفيلم القصير والطويل والروائي والوثائقي، وقد تم اختيارها من قبل فريق البرمجة بالمهرجان المكون من طاقم مختص باختيار وتنسيق الأفلام، حيث راعينا عناصر الأصالة والإبداع. نشكر أيضا أصدقاء المهرجان، المجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي بالخرطوم، المركز الثقافي الفرنسي بالخرطوم، وهما مؤسستين غنيتين عن التعريف بالإسهام الواضح في دعم الحركة الثقافية في السودان. قام على هذا الجهد فريق مقدر من أبناء وبنات سودان فيلم فاكتوري، وقد انضم إليهم عدد مقدر ومتميز من المتطوعين والمتطوعات، فالمهرجان هو جهدنا المشترك. عملت سودان فيلم فاكتوري منذ تأسيسها في العام 2010 إلى تمتين صداقاتها ومد الجسور في كل الأوساط الثقافية والمجتمعية، مقيمة أعمدتها على العمل الجماعي وخلق الصلات، واليوم نجني ثمرة هذا الجهد المشترك في مهرجان السودان للأفلام المستقلة. الشكر لفريق المتطوعين ومجهودهم الجبار في تنظيم هذا المهرجان، والشكر لمركز سالمة لدراسات المرأة ومركز فلان بي وكل أصدقائنا الذين قدموا مختلف أنواع الدعم لهذا المهرجان. في الختام أشكركم جميعا.